السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في قناة الزراعة المنزلية. واليوم لدينا موضوع تسميد شتلات بعد عمر 21 يوم. لدينا شتلات المورينجا كما تلاحظون أمامكم بعد مضي 21 يوم على الإنبات. وذكرنا لكم في الفيديو السابق أن التربة لا تحتوي على أي نوع من أنواع الأسمدة، لا أسمدة عضوية ولا أسمدة كيماوية أثناء وقت الزراعة. فبعد 21 يوم يتم إضافة سماد متعادل بنسبة قليلة، سوف أذكرها لكم الآن. نحتاج لتر ماء، نضيف عليه فقط نصف جرام من السماد المتعادل. هذا سماد سريع الذوبان بودر، الملعقة هذه ملئها يساوي 2 جرام. أنا أضيف فقط نصف جرام بهذا الحجم، نصف جرام على 1 لتر ماء يكفي للتسميد لهذا العمر بالنسبة للشتلات. نقوم برج الماء حتى يتم إذابة السماد بشكل جيد. كما تشاهدون تمت الإذابة، ثم نقوم بري الشتلات بالماء الذي نروي به في المعتاد، لا نزيد كمية الماء، فقط بكمية الماء التي نروي بها كل يوم للنبات. بهذه الطريقة نكون قد أتمينا عملية التسميد للنبات بنسبة قليلة من السماد في الفترة الأولى. بعد مضي أسبوعين نقوم بالتسميد الآخر بزيادة الكمية إلى 1 جرام للتر ماء، وبعد أسبوعين آخرين نزيد أيضا كمية التسميد حتى نصل إلى 2 جرام ونكتفي ونستمر على نفس الكمية، 2 جرام لكل لتر ماء في المستقبل حتى إتمام النبات لعمر سنة أو نقله إلى التربة الدائمة أو الموضع الدائم، وعندها يكون له تسميد آخر لوقته. وفي هذه المرحلة نتيجة لأن النبات ما يزال صغير يجب المحافظة على النبات من الرياح الشديدة بوضعه في موضع لا يصل إليه نشاط الرياح القوية، أو يكون في نعمل له مصدات تحميه من الرياح القوية كما ذكرت. وأحب أن أريكم شجرة المورينجا بعد عملية القص التي قمنا بها قبل تقريبا 25 يوم. تلاحظون النموات الخضرية الجديدة على الشجرة وكثافة نمو الأوراق، كما تشاهدون الأوراق الخضراء على الشجرة بعد عملية القص. وأيضا تلاحظون هنا أريكم أن القص يكون دائما في شكل مائل حتى يمنع تكون الرطوبة على جذع الشجرة مما يتسبب في حدوث أمراض فطرية لا قدر الله. في هذه الفترة نتركها كما هي كما تشاهدون الآن. بعد تقريبا 10 أيام نقوم بإزالة الأفرع التي تكون في الوسط لنخفف كثافة الأغصان داخل الشجرة، أيضا الأفرع الصغيرة أو الأفرع الجانبية التي تكون
أخذ وضع جانبي للأسفل نقوم بإزالتها ونترك تركز الغذاء في الأفرع القوية الصاعدة لأعلى والتي في جوانب الشجرة حتى تعطي كثافة أوراق في المستقبل بإذن الله تعالى. في هذه الفترة نقوم بتسميد الشجرة بسماد متعادل لإعطاء كثافة في أوراق الشجرة. في الختام لا تنسوا دعم القناة، الاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.